السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فيديو بسيط يبين طريقة فك علبة فلتر الديزل في هايلوكس 2016 ديزل وفوق. طبعا في فيديو مشابه لكن هو يعتمد انه تفك العلبة بالكامل وتطلعها برا وبعدين تحاول تفك الحلقة. انا شخصيا افك واستغل مكان العلبة للفتح، واسهل في فتح العلبة. اللي احتاجه انا فعليا فقط مفتاح العجل اللي يجي مع السيارة، الطرف ده ابدأ احرك حلقات لأنه تلاحظين السهم يقول دوران إلى هذا الاتجاه للفتح، فأستغل الحديد هذه كنقطة ارتكاز وأحرك سنة سنة. بمجرد ما تصير سهلة أسحب السلك حق التأمين ده وابدا افك العلبه باليد. سلامتكم، خلاص تفتح تغير الفلتر تقفلها.